نيجي لبرج القوس. برج القوس مبتسم معظم الوقت، بيحب الضحك جدا، بيحب اللي حواليه واللي في قلبه على لسانه. القوس دايما بيحب يبص للصورة الكبيرة وبيكره جدا انه يبص على التفاصيل، على عكس العذراء زي ما قلنا بيهتم جدا بالتفاصيل. صعب جدا انك تخبي حاجة عن برج القوس، ولو حصل وخبيت عنه حاجة هتلاقيه طول الوقت حاسس انك فعلا مخبي عنه حاجة. برج القوس من اكتر الشخصيات اللي لو اشتغلت معهم تلاقيه بينجز شغله ويخلصه في وقت قياسي. القوس من افضل الناس اللي ممكن تستمتع بصداقتهم، وحتى لو حصل انقطعتوا عن بعض فترة طويلة هتلاقيه بيرجع وبيسأل عنك، لانه مش من السهل انه ينسى اصحابه. القوس من احسن الناس اللي ممكن تشجعك وتدعمك معنويا، بس ده طبعا لو كان بيحبك. القوس غالبا صريح جدا مع اللي حواليه، الحاجة اللي مش مؤمن بيها هيقول لك انه فعلا مش مؤمن بيها ومش هيدعي. التجاهل هو رد الفعل الطبيعي لبرج القوس لما بيلاقي حد بيوجه له اتهامات. برج القوس شاطر جدا وقادر جدا انه ياخدك البحر ويرجعك عطشان. عنده القدرة انه يكيف اموره مع اي وضع جديد يتحط فيه، وده بيساعده انه يكون في وضع اسري ناجح ويكون اسرة ناجحة. برج القوس من افضل الناس اللي ممكن يقدم لك المشورة والنصيحة في وقت ما انت محتاجها. في نوعية كده من الناس لما بتغير بتعرف تخبي غيرتها. القوس ما بيعرفش يخبي غيرته وبيبان عليه جدا. برج القوس مش من السهل انه يستسلم، بيفضل ورا حلمه لحد ما يحققه. برج القوس مش سهل ان انت توصل له ويكون ملكك، بس يستحق التعب لانك توصل له. القوس رغم ان هو حد واضح بس بيحب يكون لغز للي حواليه. برج القوس قوي نفسيا حتى في عز تعبه وفي عز اكتئابه تلاقيه محافظ على ابتسامته. كريم جدا مع صحابه مع اللي بيحبهم، تحسه انه عايز يقدم لهم كل اللي بيملكه. بيحب جدا يساعد كل اللي حواليه، حتى في عز الوقت اللي ما بيملكش فيه حاجه برضه بيساعد اللي حواليه. القوس من كتر تفكيره بينسى ان هو ياكل، بيحب الهزار جدا، معظم الوقت هتلاقيه بيهزر، حتى في اللحظات الغراميه والرومانسيه اللي بيعيشها بيقلبها المواقف ضحك. القوس ما بيحبش انه يقرا الرسائل الطويله، عشان كده لو حابب تبعت رساله لبرج القوس حاول تخليها مختصره وفيها المفيد من اللي انت عايز تقوله له. برج القوس بيعشق الصور السيلفي، تلاقيه بياخد صوره سيلفي لنفسه حتى هو بيعيط. برج القوس موهوب جدا في التطفيش، لو عايز يطفش حد من حياته بيعرف يعمل ده كويس جدا. القوس ما عندوش مانع انه يكون في ناس حواليه بتنافسه، بس طبعا عنده مانع ان هم يكونوا مميزين عنه. غالبا برج القوس مش من الناس اللي صوتها واطي وهي بتتكلم، هتلاقيه دايما صوته عالي، حتى لو بتتكلموا بالليل ومفيش دوشه حواليكوا برضه هتلاقي صوته عالي. برج القوس ما يحبش ابدا ان حد يكشفه في حاجه هو مخبيها، تلاقيه بيكشف نفسه بنفسه قبل ما حد يكشفه. الموسيقى من اكتر الحاجات اللي بيعشقها برج القوس، بيسمعها وقت حزنه وفرح وغيرته وحبه وكرهه وفي كل الاوقات. القوس رغم حبه للهزار الا ان هو برج درامي جدا، ممكن يتاثر بكلمه صغيره اتقالت له ومش مقصود بيها حاجه ويعمل منها فيلم درامي كبير.